بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالمد والقطر بكاء إلى بكاء لبض ولركرة لا يدرد من الوجري فحكى حكرون مجر النبي وودي سوي وودي إلهي وودي سفداء وبدنسي وحاوين كلكو وهنتو واصي ودمع إلى اللوغة جيلة بكاء إما كاللوغة مجر القيلة دي قواقة صباحة يا نبي سيدة درس بركي هو يان وقلي إلا كنوا إلماء وقلون سيلا ندمع إلماء وقدر ارتوي من الحزن هاتيه ومروب حق الدين تأكمل بوده وبالمد هذه صلاة غير يفرنا دبر وحين رفع صوتي معه مع الدمع وهو أنواع بكاء رحمة وأمين حريصي أي كدرته يورافة جلاء روح وجل عيا روح كلا وبكاء خوف وخشية هي إلهي دلادي وضوي على عبسك وكشوك كالدوي وبكاء محبة وشوق يعني جعيل فكلا وكالدوي وبكاء فرح وسرور وبكاء حزن من ورود مؤلم وحف حرجه قوي مات على شخص قوي مات لا يحتمل سنكر كريم وبكاء حزن وبكاء مستعار من لا سوء عريق وسوء سكؤه هنا يؤهن تهي أولي أوكله كبكاء المرأة كبدا أهن تهي أوكلوي لغيرها يؤهي من غير مقابل وبكاء مستأجر عليه أهن ليس سوى كريستو كبكاء معي حتى تقيل ذا يقول كأي أولي له هو بكاء موافقة ووافقه هو بكاء من يرى من يبكي بأرك من أولي من أرك يوفى يبكي له ولا يدري من كرنا يو لأي شيء شيء أنك كلا يبكي وبكاء تدي وبين عن البكاء وبكاء المصر على الدم من أدنى ما فيه كجرة أدنى أوه يسكن تخمر العبي يسوه وبكاء تنبغ بوهنتي ستارة قل يكون رحمة وشفقة بين على الميت روح أدنى أوه وطارة ما يكون خوفا على أمتي أمتي سوء بقنا يا ربك يوحى يوحى كوي من دونا وطارة ما يكون خشية من الله تعالى وطارة ما يكون اشتياقا عشقي ومحبة مصاحبا لإجلال الإله ويدن تسلؤه وخشته وذلك عند سماع القرآن كما سيأتي قرآن كمركة دليل تتوذ إليه أنت أصدنب أهنت كسوق وشاق أم بضنب كسوج إبراهيم باجوي وفي حدثنا سويد بن نصر قال أنبعنا عبد الله المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مضرف وهو ابن عبد الله بن شخير عن أبيه قال أطيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بن عمي الزوري والحال هو يسلم تكن ولثوبه على رشيسنا صوت با قصغا صوت بها الكاكجرة وكأزيد المرجل ذريقا تركيس أوكرا كل قبل أولي أوكرا وذلك من البقاء أرنتاتنا وحيه وهي النبي عليه الصلاة والسلام وكل روحي عن ولب سجوتي هايو وإنتاتي وهي كل قدر كسوة بحي قدر قرن يا صلاة معه إلا هو تكن يا فلقى صلاة دحليل كؤيو حاكا يمنكرا حروف با قواق كرتا او حكا صباح يا حروف ويالنيا واصوت ان كلكا حروف لهين او حروف تي سو حتى صباحنا حروف ان سا معنى بدنا اي تاي اما سي نبي عليه الصلاه والسلام وحنا كلكو كا غالب نقضوا او ان حوغنه كا غالب نقطا اي تهون لا يكلف الله نفسا الا وسعها اديغا ودا دمركا وي كبحثن قدر وين دو مكا ادن لا يمن كريدين ee marka noqonaysaa dadan iska celin kareen halka uu intaasna qof ka ahay iyo cabdi Ilaahay uu ka baqanayo subhanahu wa ta'ala ka qaliyana qadri oo kala dhig markuu kare hoos isagu ku xaa ala naari la bun dal dul dhigo halka waxa ka ka warmin hadithii halka waxa weeye waxa kamid ah min hadal hadithii istanna waxay ka qaateen oo sunaysteen aanu furo ali tariiq al khawf inay baqdan والوجلة يوث واجده هنا المرقان يقطع في أحواله وهذا الحال إنما يكون يعرض له نبغ من بربو يبجره عند تجل الله عليه إلهي مركب بصفات الجلال والجمال مع الله بضبا
كل كاتاس وحيك تصلس إلى عبسيدي سون بلبيبو وجر عليه الصلاة والسلام يصدق مقام كاسنا مقام السلة النبي كقهر يلم بجريه إنه وحي أبيهي لو تعلمون ما علموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا بنبي عليه الصلاة والسلام أنا وحي أبيهي أداد وغان لهيدين وحيرنا والقصر لهيدين وحفظنا وذوي لهيدين. وفي حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا صفيان عن العمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبيدة السلماني تابعي عن عبد الله بن مسعود أنه عنه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبي اقرأ علي عبد الله بن مسعود القرآن كي يقول الأقرأ العرض عرض القراءة على المقرئ إنك أنت بدن قارئ قولك القرآن كله إنه واقعك صابح وي إنه هو المقام المسألة ده وقولك القرآن كله إنت بدن علمك وأرداده وكده جيسا فلوت الأقرب هو النبي هو إنه تسك كده جيس ودوري وجيده لما وجيده وي مد وي كده جيس قاسي إنه أجر يرين بكتو سنيا مثل كلا ذك وحكاء بعض فرقي إنه وحي قانان إنه ستوي إنه نزويد النبي كتين عليه الصلاة والسلام فقلت وحاني يا رسول رسولك الأقرب وهو إنك نوع إدب سدي نعم قلت الأطري عليك هذا والحال عليك ونزيل القرآن كالوجوس ودلتجي قال النبي بحور إني أحبه وحان جعله أنا أسمع ورد القرآن كإن أنك دقي سمين غير تسلك ليق وأطري أن دقي سوى صماع ألفتي سادوات وقرأت كلك وأنا أطري عبد الله سورة النساء ما أطري سورة النساء يعني شرعت في قراءتها إن أنا أطري أن قد قليل حتى بلغت إلى أن قال وجئنا بك على هؤلاء شهيدنا آياتك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبي والبومة دي سيساكم مراكب نبي بيننا إننا نقوم نقول مراكب ومضاها كلنا عم بيدوه دينا يدين تسوك أرسيان بكم مراكعيا نبي هو شهيد وهو حكم مراكفورا يا أمة وإن الدين تقول نبي إلا جارسيي شهيدا حالاتها يعني نقوم مراكب من كل أمة بشهيد فاسي كدغل إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشد عليها وهي بعلمها عملها عملك يعني كم ركعي من كل أمة بشهيد بالا لا إيمان أمتي كسبانين ارتقب ركع ونبي قادي أي لكيني وجئنا بك أدقنا ونكيني شهيدا حالتي على هؤلاء أدقوا أمت هذا كلك مرة كفر أيا نقول بعمل كيسي إن خيرا فخير وإن شر فشر حتى بلغته لسحابه أنت أهلك أقار قال النبي قلت له فرأيت فإن بحان لك سحابي رأيت وان ركبوا لعيني رسول الله حال نبي نبي رسول وضانك تهملان يبقوا تعظن أيوه سرّبك وكلأوا المين أيها يعني ركب صلى الله عليه وسلم يعني ركبوا إيسوك الله بضي اللوذي النبي قلت قد تعظن أيوه حملك وحال إلا أنت بغنطاتك ورد يعني كلك تصير دموحهما يبقوا تعظن بان ركبوا ومزيد شفاقتي بكلك أن نقول لأنه أمت أيون حريصان أيها وجئنا مركبك أبدك مركعي نبقوك مركفرو ونبغون ميو اسمنا انو محابات ليج كغليين ولبسد يهي بو كغمر قبري ولك و خيلو اويا امتي كي بدكوس با لغا يابا تا اني نار تا كشو او وخم با كلكا يوغ مركدي ددك بركن يعني وخ وناس مركه تلو اي ددك وخ وناسن هلي ما وا ددك رفاضه يعني. وبي حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن سائب بن سعيد عن قاضي سائب عن ابي عبد الله بن عمرو قال ان صفات الشمس على العيد وين بدوباتي يوما بين مذوباتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بدنا ما لنت ان ويل كيس النبي ويل كيس ابراهيم ودنتي رضي الله تعالى عنه يوري عليه يد علي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله اذا استاذ يصلي حال وتكن حتى لم يكد الى ورب دوان با يركع بين الركوع ان يركع بين كدغنت حتى لم يكد يركع ان يركع يعني هو ديري يعني هو ديري يعني أنا استأذن لي بدر يوحيه ودوه من دوه يعني إن بضم بو يعني استأذن أبي كذا يعني حتى لم يكتب إلى مستجبا يركعون الركوع بمعنى طال القيام أبي كذا ثم ركع النبي بقول ركوع فلم يتذدن وبدوا أن يرفعوا رأسه من يحس أنه خرق هذا وقول كإن بضم بركوع كتجري وركوع خصوص لكن يسي الجلال كإله سبحانه وتعالى أنت ثلاثة كتجتنا وحال الروح الجفة البريه مركز تابيدا فرها بدن ونه وكهلا يا الركوع ذا فرها بدن ثم رفع الرأس واضنا فلم يكذب الدوال أن يش أي سجدة كل كذا مفعول خبر كذا كل خبر يعني فعل وانت بدن نغضى فعل يعني مضارع وانت بدن نغضى كذا خبر كذا هم نغضى لكن كل أنت والجليه
كل والله كجرا لبدا روايه اخرى لبدا حدي لبدا هره فعل يعني لم يكد يركع ان لم يجلين ثم دمر يعني فلم يكد يرفع ان لم يجلين فلم يكد ان يسجد هذا بوالله جلين هكذا شعر كاد هذا شان غير السلاوي فلم يركع ما فلم يكد ان يسجد ثم سجد النبي سجود عليه الصلاه والسلام فلم يجد فلم يكد اتنا وما دوان ان يركع ان يرفع راسه من حسين وسروقه ثم انت والله ثم سجد هذا النبي ثم رفع راسه فلم يكد اتنا وما دوان ان يسجد ثم سجد هذا النبي سجوده فلم يكد ان يرفع راسه قال ان انت مبدي ان لدريا بدل سيدبا يلا لدري شدين كم تاي فجعل وحوك ذلك النبي ينفخه ثم مركا خوي عن الجي خو سيدي سي روح ودو او كلا خورو او كلا يعني خي خي بسنك كل كرو علي بصوت وكصوبخه كل كرو خويو كل سنك كصوبخي او خي اخو اورنيا يعني كل و خو كصوبخي افكا ينفخ دسات لوغ جيدا ويبكي ويا الماء بين لوغ جيدا بحيث لا يظهر من النفخ ولا من البقاء حرفان لبا حرف كما صوبخيان او امس حرف مفيد او امس كان يغلبه يغلبه حغالب ذلك بحيث لا يمكنه دفعه اما غالب هو حسك دفاعي كرنا بغم النقان وحونا بغم الضبايد ويقول وحكو دعي ربي وكا عذاب ونبغ الضرامي صوص الله ربي يا ربي ألم تعذهم يا ذن إيبا لن قادم ألا تعذبه من هذا الأمد عذاب وأنت فيهم وأنا فيهم أنا كنت أحجر وأنا فيهم أنا كنت أحجر إن هذا العذاب قرآن كم يا ذن كجر إلهي هو حي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم آية ديب ومركز الماما يا ربي يا ربي هاتنا ألن تعذهم يا ذن إيبا لن قادم ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك وانو إذا فان طلبينا وعدك إلهي ذنو سنقوه نقول إنه إلهي وعدك كبحي ذنبه نظم دليشان يا فواصل إلهي وعدك سوانا ذو قادته وحو إلهي الشيخ إنه ساس نبكو يعني ونستغمرين فلما الى الله حقبال بويه وحص صوديه وحي تغيه وحي جوجبه مره صادرات ونحن نستغفرك انت استغفار فائده كنت استغفار تبدين ولو دغوغ دعمهاي ما بو يعني انك الى النبي عليه الصلاه والسلام دحجوغه او سيده كلام بو انه دحجوغاي لكن استغفار لكن انت بدن دحجوغتا ونحن نستغفرك استغفار انت بدن ليس وح بدن بك كفر ميا فلما صلى النبي مركم تكدي رجعتين لبرك عذ مركم تكدي إن جلت الشمس عجلت الشمس وهي عطاطي وهي فيد أنت وحي كجر النور كيف أوصل نقضي فقام موسى فحمد الله قبضي وهي تعالى كرن قوي إله وأمانه وأثنى عليه وتفسيره اللي حمده وأمان وأثنى وأمان ثم قال وحول إن الشمس والقمر قمر كي الشمس دي عد عيده قمر كي يضيح عد عيده آية ثانية وألبع آية دوت يعني وألبع الشيء أو آية إلهي كنده سبحانه وتعالى ومن آيات الله وهي تدل على انه الواحد وي وايه وحي كتصائر ايات سيغ و خو نوقدا كل شيء له ايه تدل على انه واحد ما هي له ومن ايات القران قوي كبدت ومن ايات ومن ايات ايات ما هي علامتان لبا علامات وي ومن علامات الله اله علامات سميه وي الداله على فردانيه كله انه هي وعظيم قدرته وباهر سلطانه او امر من علامات وي الداله على تقوي في العباد من بعثه إلهي إلو عبسك إلي يددك لباطته وصو إلهي وإدو دونا أوديسة إيا وصبوتي حوكيسة يعني إلهي من القرآن كيسة كيلي وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وحام أدر آياتك إلهي على عيسى المذيباني إيا الضبيلها إيا عبارها إيا حان النظى أنت بإلهي وحسيدة يا إن إلهي سبحانه وتعالى إنه تدك كل عبسك إلي وروحه وإلهي حسوسه سبحانه وتعالى قلت هذا درادت لا ينكسفان من مذوبان لموت احد احد طيب انت يؤويا من مذوبان معيان ولا لحياتي حياتي تنو مذوبان معيان ورشي سئيو بمشهد مثلا هم مذوبان ايان والله ايضا الهي وبالتعديل الى وحكى لهم مذوبان وحكى لكم تصرفوا بينكم قلت كل التصرفات تصرفات كله بالله بايس كلا سبحانه وتعالى ووحي له المعلمتي نبي ويلكي ويلكي نبي قاعد انت مذوبان بيتك جاهلين تسيدهن فإذا كتفى مركي مذوبادان فافزعوا القبحة والله إمانتا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إلهي سيذكو على الرئيسة سيذكو وإن العبادة سيئة الله بريقي سيئة استغفار إلى الدب بعد عين ومن مذوبان أيانه إلى شونه إلى أرنكات عضي
إلهي عرضي سمجة إصابتي يا كرم إساوي مركا ربي باكو تصرف أيوي سببتنا تلبي يوحوا عبد الحمر كاسا تراته وبي حدثنا محمود وبي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا صفيان عن عبد الله الطائب عن عكرمة عن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغو حو قاضي ابنة له كبر سمو أولي أبو قاضي تبدي ساق الشيبة لأن نبغو كبر الله لما آي تبدي يسو انت بدن ويارك كبر دمو يريد بالله تقدي تاسو قمان يسو لسكرا دبا إليه دهي فاحتضنها فرقاس الله تساري ووضعها بين يدي هرتيسو نبغو دقا كبر دي فما تضوي لبس وهي بين يدي يدي هرتيسة تالة وصاحب حاق إلي سي أم أيمن باق إلي سي فقال وحو نبغوني يعني أن النبي بوجه ده نبغ وحوري أطبكين مياه كوريسة عند رسول الله أنا قد لجوتو عندي مونا نبغ ورنه هو حد قوليسة وقائلك سيديسة أذب ونبغي لجوغا إستغانا هذا الكوطة عند رسول الله من رسول الله كلا أكتسة كوريسة وظهر كقر قاضيسة وإنت كلا لبتي سنة كبطنا إياه يبن نبغ لبتيسة إلاك إياك قاضي سيديلك ويجد الصيء فهمت آنا هين وقال ذو حسري ألست ميانا هين أراك عذب إنانا كؤمانا كؤرسن تبكي وأدوات أوليه أدوك بسوذيك أوليه مركا إلما يكو عرفتها إلما ديهم بيستيري كل أبدو إلما ينادو أوليه قيل أبرو أكو بناطا دليل مركا وحيد ليش يسي تضيادو نقصة يؤم فهنت آنا هين قال نبي محور إني عنه لست ميه أبكيكي أبكا كتواقيني إنما هي إياد وحان الله إمدين رحمة رحمة ويهي رحمة ويهي عن الدلع ويهي إنعة رحمة ويهي وأنتي ورحمة الله إن لها إن المؤمن أنك مؤمن كيف خير خير بكسر بكل خير بكسر يعني على كل حال حالتك كسب أنك مؤمن في هذه المرور كنت مع ذا هذه المصيبة كنت مع ذي هذا فرح كل ما ذي هذا عفوا كل ما ذبا خير بأنك مؤمن في هذا إيمان هي هذا النور هي هذا بكبا إن المؤمن أنك مؤمن كيف كل خير بكسر يعني على كل حال حالتك بحوله حالة يسر هي حالة الحسن حالة الصحة حالة المرض حالة فقر حالة الغنى إن نفسه تنجحوا ولسيبا يعني كمؤمن كا نفسي سوى لغا قا ولغا ساريا بين الجنبين بلعيه سا لغا ساري أدو ذاتهم قال لغا جدا من تحقير الجنب وإرادة الكل يعني ذاتذي سيحيل نفسي بالله لغا ساري وهو حال بانك لغا ساري نفسي سا يحمد الله عز وجل أدو إلهي كحمدي بان نفسي لغا ساريا فاتوحيك تسنع سا إنك مؤمن في هذه الجهة أدون عمكو تريد أدون بلكو تريد إن إلهي وكون حمده سكل وإنك مؤمن في كامل في دينه إن المؤمن الكامل هو إنك مؤمن في كامل فيه حتى كوك نفسك بحبود دلالي يعني كوك نفسك جلسة إسكبتاي وبي حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن بادي قال حدثنا صفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبقى أن رسول الله يقبل أموره كذي عثمان بن مسعون والإنتي والنبي قال حقه يدي حق إخضاحائك ولا لأهائين ولا يلتبه النبي قال وعطتك المدينة مركي ويبدين أوه الإنتي وكمدها يعني وحيوه ينكاسي يعني وحبلا قبتلوها أصلب بعد 13 سنة يعني ابن مسعون كاسي رجل الإسنا 13 رجل اليوم سواء إسلامي وكتب إسلامي لك أفر يصنات بها وهاجر الهجرتين وشهيد بدرا وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة على رأس 30 شهرا من الهجرة وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة ودفن بالباقيع ولما دفن قال وحب نبي نوري نعم السلف هو لنا فهم حامره في نعم بدن من كاس عن وعاصنه نبي قليه ونقل نبي قبر قيس على مدينه أي لذلك قرابة عن الله عصياءه سلاس نبي وأنا أول من مات من المهاجرين قبل رسول الله قال نبي قول قضي يعني الله بدأ إن دوض ولي بتحت دوض الله قد نكنا إياه إن أدليتك يعني أروح وعطوه صاحب لمديس وإسلاك كيدين لوك شديسة ميلي مديسة لباسة ميسو ولما الله برضوض وحيال كيدين حتى أطاعت نكتو ونك شديسة يعني أطاعت إلا قلت أقول أنت قلت إلا نكتو حتى أقول ميلك السكة سوية وعطوه كنكتا ساسي كده قلت أقول قبرة طبع عثمان بن مطعون وهو مجلس لسوء ميلة وهو يبكي حار المين أو قال تبدا عيناه تراقاني يعني إلا بدي سنوض أي تعذن أيان تهرى قاردة وحال لغة جيدة علمين أيان أمبا لغة جيدة يو لفظ قاد مجهولي هاي أمبا يعني مصمم لغة دقاء علمين أمبا تكورا تهرى قاني علمين أيان فاسا كدقائسا فاسو حيكو تسلعيسا إن ميتك
أنا لقى من هذول اليوم مرتبه هو سنة دعوة أي شيء تيجي لأن كتابه إيه وحيله كتابه بكاء أما بابه بكاء هو سنة دعوة أي علم هاي تكوج علي هاي ابن سن تاسنا يعني ابن سن يعني كل كهور الشهيد حديث كهور يعني نبي عليه الصلاة والسلام كهور أسمان بن مطعون ابن سن تيهور ابن رسول الله يعني وحيله كبر ومدق واسطة تكون عليه جبدي سان الشيء نبيه أخذ رسول الله ابن سلم ده كبروا طلع ما ها وكبروا أبويه عليه الصلاة والسلام فرك الدوار الماضي واستفسد أمه نقول إسحاق وبي حدثنا وتورا قاني وبي حدث وبي حدثنا إسحاق بن منصور قال أم أنا أبو عامر قال حدثنا فريح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة جنازة ابنة نبدا يعني إيه جنازة كبر طلع بانو حاضر ماي إلى أن تصل لرسول الله وصوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جالس وفديه على القبر قبر القبر ما يكون جل إله عاصم وذل فديه فرأيت وأنا أركب لسحابه على عيني وأنا سه عيني بأن أركب تدمع أنا يبغى المعين يعني فقال وحول أفيكم رجل لنويل كجرا قبر دمر كدباتي نبي يقول ابن تهو يا أم كلثوم وهي من قال رقية قلبت لي ورقية ويقفين أم كلثوم فإنها ما تضويت ما تقبر داسي ودفنت ورسول الله في غزوة بدر رقية يد وحيد متي سوى النبي بدر وكنتم فالنبي قلتوا كأهاي وأم كلثوم ولما حزي بالرقية برقيانا كل الله صلى الله عليه قال وحولي الحمد لله يفنو البنات كمده والعاصر وإلهي قوة السراي من المكرمات اللي كمتها فرجوه يقبر عضيه وقلت آمن منها كجرته بابا قبره بإله رهي لأي كرمه دي بكجرته زوج عثمان هذا ثم زوج عثمان أم كلثوم وقال وحولي بالنبي يلي والذي نفسي بيدي لو أن عندي مئة بنت وقلت بروضتان لا يهي لزوجتكهن فأنكون كوري لها زوجتكهن وأنكون كوري لها واحدة بعد واحدة فأتوحيك تصنع شرف إلهي وسيد عثمان سيئي نبغي نقول بالنبي سيئيو إنه يعنى صداس يعنى إنا يأرنت النبغو شعيلك نكاسوها سفي عنا النبغة قبلها وانا قنجلي ما أقولك وانا ننك كورها اللبا قبل أوض النبغ المرسلي الدوية ده كورك هذا تسالي لها عن نسل مبارك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عليه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة قال أبو طلحة وحول أنا من حلي آن يعني أن دنبك للمريدهم أما الروح تمر أن لقل من مقارفة ساسة لغجي ذا من أن يعني مقارفة سمينين ودنبك للمجري أن تمر إيا وحكا أنت أن حلي أدوك الجماع يكون سوجي ذن وانتبرت كيراني من يدن كجراء يعني وكلك قارفة ساسة لغجي ذا لم يقارف الليلة حالا من أن يعني روح تامن من يدن كجراء وكا وحبو قطور حلنا في لماذا بركوذوا إليهم ولماذا تبور حلبا كجراء وسيسي كبدا قبل لفتي سوطور حلا يا بيليه النبي وعيد إلهي بأي نغا كرام لكن ساسي كتغان داي فقال قال أبو طلحة وحويري أنا إذا وحبا حلي سسو الجيدون يستعب علي سنة يو وحبا دنبك لكالي قال فالنبي وحويري ينزل أذيب الدهو قبرك إيلك كبدا دك فنزل في قبرها كبدا قبرك أذيب كده لي وكا وحيها بينك حلما دبكو ذي لم يقارف الليلة ذا لم يجامع تلك الليلة فالمقارفة كناية على الجماعة وأصلها الدنو والنصوب وفي رواية لا يدخل الجنة أحد قارفا لبارحة فتنحى عثمان عثمان بوجه لي وهبينك أطول أوليه بقلق الله باشر بأليه لأنه كان باشر تلك الليلة أمة له أطول الله فمنع رسولكم من نزول قبرها معاتبة تنبان الوجه لجناح له عثمان لجناحي والاشتغال وحكاب طامي عن زوجته المستضرة كبدي حنون سنة يسيب وكاب طامي وشقك الوكالي هذا راد النبي من الحقوق البوية والنبي قال المعجزة عليه الصلاة والسلام وأيضا في حديث العهد بالجماع لأنك الجماعة بينك كسود وهذا قد يتذكر ذلك جماع عبا قلبك كجلة فيذهل وحوها الماما جابا لليه عما يطلب من أحكام الإلحاد لحسك كلكم قليل هي وإحساني إحسان كيبو إلا بيا مركة هذا راد الهبطان با قلبك كجلة بوليه أدو إلهي با قرن ساس ونبي ونار انتا سيد عثمان انتا سيكتها كي النبي أنا نجوم تأويل بقولي هاي نكو ضارن إلو ذي بود باب قبر دخلت تيجي بترى إنكِ قبل كأنتي سوى كبر حضي نسي قال إنك كأنتي تدي بقول صار لقطي تأدرات يوم ما مر يا نجوم عبس إسمان لجمه ويتين حتى اللي قلت كده هي هذه اللي آس يبا وح آس كأنت كل جاي إنكِ قليل هذه الك يا ملك هذه با أبه
صاصا تراد الأورن مايو إلى حرقتي ويكو ويكلا بحضي باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قد فراش كي في سيدي يعني وحو كسي حين أبرتوي نبي قد سيد صلى الله عليه وحو كسي حين جري مصري روى ويكو نبي كسي حين جري مثل وحي يعني سامو ما هي هاي صلو وبي حدثنا علي بن حجر قال حد أنبعنا علي المسلم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال حيثين إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قد فراش كيسو الذي فراش كاسو ينام عليه وكسي عليه من أدم الإذين بباها إذين مصليه أو كرا حشوه ولبا إذينتا انت عمار الله وقال بقاي يأجلها وحالكها قرأي حشوه هنا الليث تمر لجح جاحي تمر لجح جاحي والليث لك بقاي ليس بتمر طالتما لا ما هذا وكاسا وحاكا صوبحا وحيارة سيدة دمت وكرا وأبعد وبركمها بركوة ميلا بركوة وذكوة كيساوي هاسو كلاكا صوبحي مركات سامتي او سيدا سيدي مرة لغا دغاي يا دحدا لغا غوري فاسا لغو ترسيحان ايا او مرة وحا كو ايما كسيدا فراش ايما كسو مرة لغو ما دايغو او لغو ما ترسي مرة لغو ما قبطو فاسا كلا يدين سو اهيد باليلي فاسا نبغو فراش واحد صلى الله عليه وسلم بلا توفير سو اذو انا انتاسو بركن انتاسو بركن انتاسو الا باس تول دغايسا وركاسا يعني ساسو كلا عبادتنا سنه او في حن باب الليل هذا انكاسا او في حن تربه واتوس لكن واحد جلسن يا بتسوي يا بركا كل دكتور تاسو تصاب هذا بالليل ما بيقولوا وحو كفكر جري عبادته وبي حدثنا علي حتى وانما كان فراش رسول الله الذي ينام عليه من ادم يحشه الليل قال وبي حدثنا ابو الخطاب زياد بن الحلبسي قال حدثنا عبد الله الميمون قال انبأ جعفر بن محمد عن ابي قال سئلت عائشه بها الوردية ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش فيه سبحانه في بيت اقلتي سوي عن حال وكسرية ام وكسر حنيه او ينامته كان فراش رسول الله الذي ينام وكسي حنجره بكتك انت في بيت أدل كيسا وكسي حنجره قال ابو حيث من أدم مكسب اسمه هو فراشه من أدم مكسب اسمه حشوه ليس ليس بقى يعني من ليس من ليس بقى حشوه يعني اللي حشوه يسنا من ليس بقى ليس بقى تبرت يعني يا لونجي ذا يعني يكتك انت وي وسئلة حفظة هو اللي ويزيه ما كان فراش رسول الله في بيتك أقل كاقي هوري تاهوري يعني كاحمين ما كان فراش رسول الله في بيتك عائشة مركة لولي هاي ما كان سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله في بيتك أقل كاقة وكسي حجرة أقل الله دمر كان الله نسمين مع كونه أقل كان النبي لي عليه الصلاة والسلام أقل كان أقل كاقة عائشة بلي نبو سو أقل كيه بكل كنوك دمر بري هاي أقل الله دي سبو أقل كنو أقل كيه كنو أقل كيه جدولة لفظ بعد ذلك وأنه أقل الله دمر كو أغمك عبد يوه وأقل كيه الذي كل كده أساسه شيء يعني يوكلا يعني يلوكلا كرنيا لكن كنا واقل كي كنا واقل كي يدي لي جاو أرنت صار ما نحن إيشو مركز وأنا والبكبر والبأقل كي يدي لي أقل كاجا هبلاي في النبي بقول يا عنجري مع كون هذا البيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسئلت عائشة سؤال لوجدي ما كان وحيها فراش رسول في بيتك أقل كاجا بجدين لوجدي قال وحيسري مسح أبو نبي وها مثليه وحنقول لا بجر مسح أبو حويه كحمل وحي أنا لوجي أنا مس و وكسه كسعرك يا مسح هذا اللي وجهي ذا يعد للفراش من صوب يعني وحويه مسح بوها وصعرك يوها أما يعني فراش أذك بوها أو مسح أو مثليه وليد سنتين وصها الله بشر بن سول هذا إيش وطول كل أدب يا ذي كل يوم صار لوجو دين عقبا وأن سول لبن لا ذي إيش سول دين عمر ذا فراش يقول نقد صلى الله عليه وسلم مسح بوها مثليه سنتين فينام عليه فلما كان مركو هذا النبي ذات ليلة نبي نبي ذلك مذا قلت بحاري لو سنيتوا هذان سقول الله بلاها النبي ذا أربعة سنيات أفر جر هذان سقول الله بلا بلاها لكان وح نقل لها فراشه أو ضع كي أم عام نقل لها له النبي ذا أو ضع ذا محل رجلا بمعنى علينا كأجرة هذان أفر لا بلا كذا كنا لا بد كذا يجوا علي يبون النبي ذا نقل لها فراشه له النبي ذا فسنيناه عن الله ابن له اسغا باربع سنيات افر جير بالله اسغ الله باي وكاس ما كهل فلما اصبح مكه وبريسي قال وحولي ما فرشتم لليله حل محاذيكم بشيء ويا بنب قال وحيس لقلنا وحانني هو فراشك وكاجو الا ان انه سنيناه باربع سنيات افر جير بان سوكا لابن قلنا وحانني قلنا وحان هو اسغ قلنا هو وحان ندي وحان كنري هو سدا سارا أو طول لك كوجر أحسن قال ردوه لحاله الأولى لبضي جيره كل عليا فإنه فراشه منعتني وضعاته
يعني جلعيسي وحب يعني وحيدي دي صلاة الليلة حالة وردتي وحيدي دي صلاة الليلة وردتي بقى إلى تقطعي كدايب النبي عليه الصلاة والسلام دي فلاش كوكو أعطي نحمده كوكو فضلتو عدو نساء نحمده أعطي كوكو فضلتو آت راحبه كوكو فضلتو عدو قالت صلاة هنا ذكع الله ويكوكو أكاني صلاة ويكوكو أكاني لتوكع الله مركز ساعت راتي دو نبه تيوري وقعليه لحالة النبي قلت فلاش كيسا وقوه صدا سيئه صلى الله عليه وآله وسلم إنه نبو حينو يعني ايه غفة انتمية فلاش كيسا صريقي أمور تاتا الغفة انتمية مركز تاتا نرشى قبطيه ونرشى قمو نبي قلو جداليه تنهر اللي عمر جداليه نبي قلت دويلة سلمان تبوراها تبتها في الهي وقعي قدق لها الوقت لها فتنا سقوط وارتوات ركتا مركز حالته شتان ما بيننا وبينه صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في تواضع رسول الله نبدا تواضع عيسي اي اسرلك عيسي تذلله وخشوعه يا لوجه جيدا وين تواضع اساسا لوجه جيدا من وضعت الشيء على الشيء شيء لا شيء طلقت اما وضعه وعدك وهوس صدقا شيء ده مركز دولك لا دقا وضع لي اياه فرك اسرلك واسرل دولك تدقيسا مع كونه نبدا قويا يعني وعاليا اسرل الله عاليا وعزيزيا عدنا من تواضع لله رفعه إلهي دراتي هذا هو صدق الدكتور قرب الله قاضيا ومن ترافع وضعه في حديث أحمد بن قال حدثنا وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أنبأنا طفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب وصحابي عن صحابي قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضروني هاي وحد بنا وأمانت إذا هاي وحد بنا كما أطرس إذا وحد بنا كأن صار عيسى بن مريم دي إلهي بيوم خلقه waxaa lagu xadgudbayay xadgudubka iyagu ay sameeyeen ee nabigu u diiday yani in tiisaas loo kale la gaarsiyo aniga ilaahay ja ilaaha nafsiyahni nama noqon karo muusa ciisa iyo muusa iyo nabi maxamed in ilaah ma noqon karo laakiin de zacbiga dad baa sanam ilaah ka dhigan kara warka aniga xadgudub ay go sameeyeen oo martaba tuluhiya aniga ay gaarsiinina taahi gaarsiinina ee madxigayga yani hay aamaanina ma taan looga ma jeedo حسان باشا يعني عمان طويل في عنت من يجو رسول الله يعني منكم وينصره ويمدحه وينصره صوامه يعني انك عمان تنبغ ويجب تاوحا ونبع بعض عمانا انها تكبر مين لا تطروني كما أدرس النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد تتواضع عطي أنا عبدون إلهي بانه فقولوا لها عبد الله ده محمد عبد الله ورسوله الله انت صامر لها موية كذا فهذا رادت صاحب الجرد هذا الكيسي هل كواسك شيء تريشري سيؤدوا يعني كما ساوزت النصارى الحد في مدح عيسى بن مريم فجعله بعضهم إلها وجعل بعضهم ابن إله كلك تحرفوا قوله تعالى في التوراة عيسى نبي جيدا بني تحريفيين ومحيو بدلين نبي بنية بنية بني بدلين أصل كالدينة وحايا بدل تحريفك دينة وحايا بدل ما تحريفك وحايا عيسى بن مريم عيسى نبي بي أهي وكاسا وحيو بدلين عيسى بنية بنية بي بدلين تعريف باكد عاي وأنا أنهنا ولدته يولدته بدلين تانا أنا ولدته هو يلي يعني ككنا ومعنى يا كأبوهي يولدته بالطبعي من مريم فجعلوا أولا وحي كدقين بنية بي كدقين وخففوا الثاني وولدته بنية وحي كدقين بني يوي ولدته عن طلب خدك ما انا هنا وحي نبي يوي ولدته انا هو جدي يعني كو ابو راي ويعني سبحانه وتعالى لبدي بني من ولدته خدك من بني يوي خدك هي سبب ان من محرفين هو جاهلين فقالوا حيده فقولوا له عبد الله ورسول فدرات ابو امام يعني ابو سير هذا كيس اقول يا هي دع الى اسك الى النبي يعني هي ابو سير باله بدعه النصارى في النبي أصارد وحي النبي هذا كنت ما أنتها كنت لما من نبي إلهية وحكم أضوه هذا بحكم بما شئت واحد أنت أكل ذا بك كل شيء مدحا ممدوحا حال إلهي فيه سجل الله أمانا بيه أما مدحا يعني محمدين وحتكم صف وحال الله واحد أنت بحكم بحكم لكن وحتكم تواجك التطمين من بيته هذا نقول إساء وفي حدثنا علي عجري قال عن بعنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر بنا بقوة مدى فقالت له وحي كتر إن لي إليك حاجة ضمن قولها
فقال وحول اجلسي اسكفريسو في اي طريق المدينه شئت اجلس اليك ودونك ما جاتون تفريسو هكا كان قوبو ايمانه فالتواضع النبي عليه الصلاه والسلام تودي وحكمي ما جاتون تفريسو هكا جوكتا قوبو ايمانه كلا فريسان هذا النبي محمد تكبر لك الجدار كفريسو كلا فريسان ووحي دوني تقفوا لنيا وهذا علم دوني يأتي أجيب دوني بهالكا قصيرا فكان نبي عليه الصلاة والسلام تواضع إسيك من تأويل نقول قد كان دي أنا أريد أن أنت اللي أكبر أن إمك مدح زي نوتي كريم طبعا جرى لبا تنجر الأخبار موي هذا تكره هم في كثير أنت طبعا لبا تنجر الأخبار موي نوتي كريم هذا وقد كان مدح زي ميلان سخجوه ميل بقاته من جوغان هذا نوتي كريم لازم حيكو تسنيسا نبي ونس أكل كبا يعني نبي دد كان أنت بنهضارة تدد آهد لو إلاليو وحبي بيين فإنه محب حب بيين على غير هذا إسنا إلالين ماهي إسنا وحبا لغا إلالين بماهي هذا دد بقى وحبا لغا إلاليو برد لقوه رئيسو حم عظم ملايك هذا الروح أنا خريبا اللهم صل على أشرف المرسلين فبي حدثنا علي كل كبار دي ماجهة وطان قوة إمام بول نبي عليه الصلاة والسلام أجلس أجلس إليك وأن قوة صفر يعني. وبي حدثنا علي بن حجري قال أنبأنا علي بن مسلم عن مسلم العوري عن نسير مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي المرضى تكبك وبوك الجري ويشد الجنازة جنازة ويتك الجري وحاضر الجري ما لا طلب بنته ويركب الحمار قمر كان ويسكب الجري ويجيب دعوته ويجيب الجري دعوة العبد أعطونا طول يرى ويتك الجري وكان يوم بني قريظة نبغى ما ننتهي غير بني قريظة غزوة ذي على حمار ويسكب وشنا مخدوم من الله فرور حري وأبقه على الله حري بحبل بان الله حري ومن لي تنتهر اللي سميه وعليه ولي بدمير ككل في سنة إكاف قبض الباب كسبنا الله طول لغاي ومن لي تلف اللي سميه قبض الله يعني تشا إكاف وكتميره قطب كنا وكديلة انت بضان ديلة الله صاره إنه قطب وقبض إنه قطب وقبض للجوم يعني تاسم بها لغة العربية ونو يرى ليرى لي أفا بنعيها لغاية ترترى وين وين كنا بنجلي ولي تاسي كذا تقولي كل كتاب دراد النبي كاف من طلير كي أنا كي تجيب قوي منو نقانا كاف تلوم بينو كان إسلام جرام لكن حاجة اللغة العربية وهو غني له من قطع بي أورانا يان من كاف أورانا يان فرد ككلا صارنا سوجي وحلال أورانا يان كل كلا صاروا مركز ساعة دراد دي أكل قوي إنه ويسكمي دمينو كده يان وبي حدثنا واصل وحدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن نسيم بن مالك رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم نجد وحل يجري جري هذا معها صار خليل يجي لي في معها يعري إلى خلد الشعير الشعير كبيت لقى السمية يقول إهالة تبع النبي يقول أبو يجري جري هي سليل أما 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 صبر أتخنة ويرد تلن وزوجين يرى أوراس وكل كار ما أتوكم وين كل منتظر أما صبر هنا سنجيلي بالمودة أوركم ما هنا سنجيلي بالمودة وكل كي وحلا أبو طرق كل ذات شيء قال ابتدى دوا حلالنا وانه نظم الشيء السنة يقوم معها جعل نفسه وجعل معها فإذا دا تجي تو حوية صدق هدو يعني أجل سنجيرو أما يجب كبه هدو سنجيرو يعني هل يدل على التحريم ما تحريم بقدسنا يا هدو يعني أورا ما تحريم بقدسنا مثل ما يا مثل وحلال وحلال فاسو قدسنا يلقى الجلوي فجعل كل كفاية فيجيب كل كفاية كل الله يا رب هذا والأجيب الجلوي ninkii uu taaminka uu yeeray banaa dadku uu u tagi jiray taa waa ku jirta dadka munaabo tashqaati dadku ee hadda uu tagi weeydo uu haddu ku yeero uu tagi weeydo uqbad buu qaadi naguna sidii sabab buu la adiyay uqbad ma qabinna anuu waxa laga yaabaa dadka barkii aad u tagay dadna aad u tagay nin walba nabi uu tagi jiray alayhi salaatu wasalaam illa dadku kana hayo oo macsiya badan uu ku arkay oo marka uu tagay noo dad ilaahay uu nabi uga tagay buu alayhi salaatu wasalaam wabi hadathana fayjib wa laqad kana wuxuu aha law عند أصلنا نبيك عند يهوديين جري عياته عند يهوديين فقل لي أشهانك الله قاد النبيك يهوديه إلى دور يصدن كلام أو يعني الشعيرة يوسف يجي كاس النبي عليه الصلاة والسلام يعني أيوها فما وجد له للنبي ما يفقها حتى ما وحذر إلا غير قاد منك يهودي قاها ولا غفر فرو أو حولاء أو إلا زهنت وحب أنت يعطين إن أنت ديك ويشو درع أما شيء كتاب برهان وغدكتو فهمت منك وحال الله تعالى قال حوله سيئن هو هستو وح ونبغو كذا قابو قال عدا محولا قال هو اللوجي يوال لواي يسرو سيدي درعي ويرودي وهايو
يقول نبي هو الفاجع عليه الصلاة والسلام فلو في رسالة وسوكيل لها نفس المؤمن معلقة بالدين منك المؤمن كان نبي في الدين جيس يقول حران طاي أوه رحمة دينيه ليسو دي دين كلك وانيك كوحد كدب على ليه وانيك كوحد كدب أما وانيك وحد لغو بحي أن كتكين نبي أنت بو كتكين لغو بحي أن كتكين كم لا حد كدب النبي عليه الصلاة والسلام لكن منكم دين لقول يعني أدور الإنصار يسوقون كل عيار ودين في ذيك يقولها أنسين يسوقوا هذي ترى كم مير ميرية راح هذا مهلة دين تلقى بدي الموي تعترض أول أمر فيها رأي نقول كم بس كان جيرين تسك دين تلقوله يعني إلا لقى بدي اليوم أما نيجي له أنا كبه هنا جاي وبي حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الوزير الجفري عن سفيان عن ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن نصير بن مالك مثلا قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له حجين على الرحل القاري يعني الرحل هو قاري يعني الله كل شيء شيء يعني الله كل شيء يا الرحل اللي هو جيدا خط الأذوبة من نبي كل حجر عليه الصلاة والسلام على قطب بل كده كانت حالة كونه راكبا على قطب يعني الرحل هو كقطر فيه وقبل فيه بال والرحل للجمل كالسروج للفرس فرس هنا يعني الرحل هو قيل وقيل والوران كتوش الله قطاره وإذا لسي سبو زيك الوصيايه رحل هو وانت ملك قرك قبل كتول صارا مركز سيدا كمبر كوكرا لو قطل فريسان ايوه انه حاوية رحل هو وضر كيسابة وقال لك ميلان ميلان وقال افرس يعني تتكد قيري يفورا واحد يرى سيدا كمبر كونا وكلا وحقا هرانا وحكولا حقا وحكولا يهي فوران ولغان لبو استاقله كاسا رحل جاء كاودية لنا وقطبك كاودية لنا وقطبك ويهي تاسو نغنية وبي حدثنا قال النبي حول على رحل صار الأجوبة وعليه قصير فطبع نبي هو برسال لي بصير أما قائدة ولا تساوي ولما أن لا تساوي أن رص الله سنين بعد ولو يجي كريد بكتك أنت أربعة دراهم أفر درهم بعد أن يجي كتك أنت لا تساوي أن الله أن ميزانين أن ميزانين بعد معنى أن لو يجي كريد أربعة دراهم فقال حول الله مجعله حجا حتى يجي الله كتك يعني حجا مقبولا يقدر لا رياء فيه وحسن استصص عن لهين ولا صنعة إسبقشين عن لهين إله قد النبي عليه الصلاة والسلام وبي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن سيدي مالك رضي الله قال لم يكن شخص معهم أحد نمع شخص أحب إليهم تذكى من رسول الله وحي كجعل أيان تذكى مجيره تذكى عن رسولك وحي كجعل أيان تذكى مجيره من ولد رسولك وحي كجعل أيان مجيره الله مويه الله يعني حبذا ويكلم راتب إلى ذلك المحبة الأولى لله والثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شخص أحب إليهم يعني مجد اللي وجع البذية هو عيكش لم يكن معه شخص شخص أحب كل اللي وجع البذية إليهم إلى الناس إلى الصحابة من رسول الله قالوا حولي وكانوا إذا رأوا مرك أركان لم يقوموا مين وكعين إننا نعطينا وحقا من وحقا هستيروا إبادوا وإن أوكلوا والما يعلمون وحي تذكروا به بين الوكعين من كراهية نعيش كيسا لذلك كعيد من عجرين نجو الواقع من عجرين حيث عنا بو نبقوا رجرين وحونا على نبقوا إن الواقع حيث تاتي وحينا قول إيسا تذكنا دلبا يقول طاي إياقا لفتوري ويكوكا تسوي ميانو بحيوان يسيد البقرد عجميق أو قرية تذكى بقرد وقال نبقوا بقر معين نبقوا نبقوها بقرد وكسر رأي بقر قوا واحد دوكا ميانها لقام المروقة نبي قلت النبي والسماء ذي كتب مدى طلما المروق معها وبي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن حمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني زجن من بني صميم من ملد أبي أهالة زوج خديجة خديجة والسيرية يقنع وحالله كل يضاننك أبا عبد الله عن ابن موسى بكتي وريه عن ابن أبي أهالة كن أرجلي عن الحسن بن علي بكوريه قال بحوري سألت خالي حديث كان مهلا إتوقع أنه ونوص ومري لكن ما جلس الله ستة أربون في قطوانا سألت خالي أبتقي بها ولدي هند بن أبي هالأها يا ولدي مقع ولدي ومقع رقب يتمرك والله بحكران لكن مقع رقب يمكن لغة جيدة هند بن أبي هالا يعني يعني سأريه ولي وأبتقي أبتقي يعني هو يلد أي وضع الشيء ولي وحقه هو يعيك ولا ليهم إلا فاطمة يعني إلا خديجة وحسي فرق وراء يعيكويا وعروك علي والله بأننا نبي قلتوا رجيب عليهم طب هو اللي هو الرجل أبي هلا أنا أقصي هو الرجل اللي هو من جنسنا اللي ألف فيه وكان وحوها يعني أبي والله بطبع يعني أبي هلا ألف فيه سوى الله زوج خديجة من وعي كان دمره وهم ده ألف فيه سيبا يسونا وأقول يقول عليه وعي
وكان وصافا بها للصحابة قاسي نبي غريب كيسنا هاي عن حلية رسول الله نبي قد تلمانتي سأدو تلمانتي حلية دواء نبي قد تلمانتي وأنا أنا قبولي سيد الحسن سيد الحسن باورنا أشتهي وحانج على أن يصف لي منها من حلية رسول الله شأن وحيرة المعمر فقال وحوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها فخما كي ويبوا قدر إلهي قدري قدر ويبوا إلهي سيئي مفخما وانا لقدر جلي نبي عليه الصلاة والسلام فخم بوها يعني عظيما في نفسي نفسي ما حقرني هو وينا استغل هو ولا وينا جري حق إلهي ولا قوي يتلالا وجه وجلس وستيم جري تلالا القمر الصبح ضيح وستيم وكلا ليلة البدر حالي كنت فيها أبرت الناطر فذكره مكشف في حديث قيبة صامر ماي حسن الحديث حديث كيسي يعني ذهبوا في الدور هذول كيسي مكشف كي يعني تقدم في باب الخلق من كتاب من كتاب من هذا الكتاب خلق يعني عرور كان النبي يقول نقص شيء كيوي فذكر الحسن وين الحديث أبو كشي كي بدوني فطرق على الحسن وحول الحديث قيس دم سواق هذا كل كورة نصوص شايلنا فكتمتها يعني فكتمت حولي حديث كي مركي يعني فكتمتها الحسين زمانا سيد الحسين ورالك أن كقريب حسين الحسين ووالك ما بدو حسن ورالك أن كقريب وهرم أنا وصل ما تلمان قريب وحول كده جا تلمان يسمون يوم يا حسن حسين بن كبر يو حسن الحسين وعاد وقالت حسن بن علي أكبر من الحسين نغم صانا مودينا أكبر من الحسين حسن بها كوينا بسنة لأنه ولد في رمضان بالله طلع حسن رمضان بالله سنة 30 في جريد النبي اللي قد وولد الحسين يعني ويالله قرأ إستغنى في شعبان سنة 40 وعاش ولا حسين بعد الحسن 10 سنين فبان صنو كذب بيوم ولا مركز ساعة راتي إنه لكن حسن الحسين بين أولا بحنايو شعائل كان نبي قوم بي أولاد النبي قد شعائل كذا لكن الله إنه ما صانعهم بيقوم بحنا ووحيد يقولنا أن حسن يحسين متانيه وليس كذلك كل كذا قال الحسن الحوري فكتمتها وأن قريب لي زمانا بأن قريب ثم حدثت وأن أغوى الرمي فوجدت وحام الكبيري قصب قريب لي سيقول يقد بديه أنا وعقارب عن إسلهاي أضو أضنبا وحبا عن إسلهاي إسلهاي يقد بديه فسأله هطبا يعني مين ويسيه عما سألته عنه وعن أنه يعني فسألته يعني عما فسأل الحسين مو ويديه قال عما سألته قاله فسأله مو ويديه حسين ده ويديه أبتدي مو ويديه وخالقية عما سألته عنه أنه روحا ويديه يوسف من هروم ويديه هروم هو ويديه بكتك أنصار حسين ده ويديه خاله أبتدي عما سألته عنه ووجدته ولي وانك أوكره قد سأله ولي يوسف ويديه حسين أباه أبيه سيد عليا يعني هذا مثلا إعراض وأسوطة أباه أبو ويتية عن مدخله النبي قل مركو قولي بكرة وحي معاب ويتية وعن مخرج النبي قل مركو قولي كصبح ويتية وشكل النبي قد تلمان تيسية مدر تيسية شكل أرقات تيسيب ويتية فلم يدع منه مما ذكره كبتك سيد علي شيئا شيئا كبتك وحي لو ويتية وكبر الله أقل كالنبي قل مركو كلاي كالكو كسوا بحيو شكل النبي عليه الصلاة والسلام انت بو كشي كيبا كتك انت انت بنا بو كشي كيبا شكل مشاكلة ده وحل يهي اذا يا طريقة ده وكما وراء الاشاملة اللي مجلسي كوكو نبو فريسو يالو بجي ده هي اذي نبو قصونا هيئة فقه هيئة الارخلاشو هيئة الاكل هيئة يعني ساسة نمونس هي اذي انت بشكل هو نبوك راوي فلم يدع منه شيئا قال السسين وحلو فسألت ابي انت بتفصيلنا يا فسألت ابي وحان ويديه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لسان كيسي أقل كأو قلي فالحالة دي سيبا مويتية فقال نبي قوحو يليبوني فقال أباه إلا يليبوني كان نبي قوحوها إذا أوى إلى منزله أقل كيسا مركو كرو منزل كأقل دي صعبا لوجه جداي جزاء وكلي أخيبي جلي دخوله مركو أقل كرو إنت أقل كالزمن جزاء الزمن الدخول دخول جزاء وقيبي جلي دخوله زمن الدخول زمن كنتور كنتور ثلاثة أجزاء فتح ميلاد مقيبي جلي وإن تقول كنتور الله قيبنا يا انتو كل ذا كتلو فتح جربة لسطح قيبط جزءا جزء انتو اقل ككتلة لله بأسكال سبحانه وتعالى جعل جزءا مطوية لي لله عز وجل و إله دراتي أبو أفري أورسي يجي أفري سري يجي قرآن قوة قرد يجي أتفكر يجي إله دراتي وجزءا لأهلي خير كل محبها إلينا صاع رصيصة وجزءا لأهلي إنه لم يسير عليه الصلاة والسلام وجزءا لنفسي نفسي سسين جل النبو عليه الصلاة والسلام أو قاطع بصيادة وإن إصلاح قيب سنتان لتولي
يجري والبنسية نبغه نفسي تسية ثم الجزاء أنا كانوا قصوا نقل نبغه جزاء مو قيبية جزء وجزك نبغه نفسي تسية بين هي وبين الناس مو قيبية بين سكون يكجر وإلى برغ لفتة لأقول جر علمك أقول أغيجر نبغه فيرده كل عين جري نبغه بالخاصة تتك خاصة يقول أقول ماذا يودري جري نبغه ويرده ويرصه وعلي جري ويودري جري بالخاصة تتك خاصة يقول أقول ماذا علمك تبقى كقاضة فضل بدن خلفاء الراشدين هي كلمه على العامه انت انه اذا كان عامدا مبادئ كايمان مبادئ تجربته ودير جرو ان جرو ان كنت علم لك قاطع انت تجاك الدين تاسكون جرو الله عليه الصلاه والسلام فيرد ودير جرو كل حين جري او ودير جري الخاصه تصف خاصه يقول كان النبي يقول هو يمين جري على العامه يعني الا يعني يدير جرو ان جرو ان كنت قاضي وانا قاضي يا ولا يدخل النبي كما كيد تجري عنهم عن الخاصة والعامة فك انت بضني انت يربى شيئا كما كيد تجري له قال تجري النبي عليه الصلاة والسلام دين وديا وكان من سيرته وحان رجع نقن كيسة كمل شكل كيسة في جزء الأمة وما تقيت زلنا كوسية وحاسيرة كيسة كمل آية إثارة أهل الفضل فك أهل الفضل قال يقول دور جري وعلم رأيه يعني يسود وين جري بإذنه إذن كيسة للوسود وين جري النبي عليه الصلاة والسلام أما وحلوه دور جري تتفضل بضم وقسم هنا قيس كل قدك وحكرسين أما علم أما عرف وكرسين ينا على قدر فضل سو كر فضل يبي في الدين يو كر فضل يبي وقعي بجرا النبي عليه الصلاة والسلام تتها باطل تو جاهل باطل أنزل الناس منازلهم به وعكس ما يساتك كسر يو كر فضل بريه أو كر قوم بريه أو كر ورع سيه أو كر سما يسا حديث بن يا لغو سما مد حديث كل حديث صحيح على قدره ور حديث كل حسن على قدره ور ضعيف على قدره مين سمين يدس ما سمع فضل قالوك له رسيرجا وقسمه قيديس على قدر فضلهم في الدين ومنهم فك كلك وحاكم إذا تك نبي قول إيمان أيا ذو حاجة من حاجة صاحب ومثل وطا هل دنع وطا أما علم هل من ثلاث من دوري أما واحد دون من دوري ومنهم ذو حاجتين إنين لبطا وطا كمدا ومنهم وحاكم إذا ذو حواعج من تنبضا وطا فيتشاخلوا بهم كلك تكون سكور من جرنه والبدن في سوق قبل جرنه ويشغلهم يغنى وحكوك غنجري فيما يصلحهم والأمة إذا يجا يا أمضى وحص وحونا سب يجا ركوس كلش روحة صلي ورجل النبي عليه الصلاة والسلام ويتشاغل به وكوس كلهم جرى وحبري صادي وحسين صادي كوس كلهم جرى ويشغلهم يجا ركوس كلش رتك خاص كأ يدرك عام كأبا فيما يصلحهم يجا وحص وحوا هذا جليا ويجا ونا وا والله مص أمضى ومن مسألته إلى ويحيان ورضى أبو جن نبيه أبو إيمان وحي ويتجر عن نبيه ويتجر ويحدي وحما صلحا وإخباره النبي هو الربي جري بالذي ينبغي له مفيعا وحي وفيعا إيقونا النبي هو وحونا أكثر ويدين جري إيقونا النبي هو وحي إيقونا وفيعا هو الربي جري عليه الصلاة والسلام ويشغلهم بما يصلحهم للأمة من مسائلة سئاشة يوعي ويدين يانا مسائلة قلت أن السر المضاف لفاعله ويه هم تنوى فاعلتي عنه عن الذي يدين جري وإخبارهم تنضب وحيوية مصدر مضاف لمفعوله مصدر مضاف لمفعوله وإخبارهم أي وإخبار النبي إياه به نبي قوة رمي جري بالذي ينبغي له ويقول وحور جري نبي ليبلغك في أشاهد منك يلدي أغا إيه إيمان إيه أنك كل قائب إيمان ومنكم إذنك ألقى إيمان نكا إيقام مقال إيه جبت أغا أما إيه إيمان كرينة قاسيه وأبلغوني إسوء قاسيه وليب أرجر إيه كان حاجة من روح بنتيسة لا يستطيع إبلاغها إنه إسوء قاسيه عن كريمه وليب كل تدار مجري فك عن كريم إن أنا قدام طائك أنا أنا إيه ما دان وحي ما دان إذن كل سوء قارسي وإذن كل سينو هنو يعني بطك وحطرة وأنا قد سوء قارسي كباهن إيه كعلم غوفاها الله بضبا فإن له حال يا شعني من أبلغ سلطانا من سلطانا أو من مسؤولة لك قارسية حاجة من هو حاجة لي لا يستطيع إبلاغها ثبت الله له وصغى قدم له لبديس صغى لغوص على الصراط جدك الصراط مقصغ وجدك الصراط كما دعيه يوم القيامة ما لنت القيامة هتاتك أن تنسوا لقب تنكرن أو مستوقب أن تميسن كرن أروع أروح على قبطه أما تن أن مدح لأو شيء كرن أروح قبطه أما نن بسيوله كرن أو شيء كرن أو عاوثه هذا هو نجد كالسراث جد سراث بات أزمار السينيك هنا جزاء العمل بين خنيصة الجزاء جزاء يعني الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل فالبيع أن تنسى قبطه جنس وضم بجزاء نخطون تاوي لا يذكر النبي عدسيسا لقنا الشيئين عنده أكسيسا إلا ذلك وحمص الحام ويحكى لقب الشيخين كريمين
ولا يقبل كما أقبل أيوه من أحد أحدنا غيره غير ما 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 هو مصلحة وعن مصلحة إن نبه كما أقبل أيوه عليه الصلاة والسلام وروح استمتك له مصلحة معها كملة وحضبها أنت إن نبه الشيخ ولا الكاوح بهي النبي القاسي عليه الصلاة والسلام يدخلون ويقل أيان ضدكو ويقل أيان نبه يعني كل كي يعني كسي سعداء نبه عليه الصلاة والسلام روح وادل يغو الصهن أو قراء ومن يعني غير أسوة سهمية أو قلاء يعني يقل أيان نبه عليه الصلاة والسلام بس الصهن كان رواد الله يقل أيان ويفترقون ويكسوا بحيانا ويكسوا النقاق يا نبي عن ذواقب يغو نول وحدة دبيي أما علم الدبيي أما دوية الدبيي أما أخلاق النبي وحدة دبيي يكسوا النقاق يا نما أنه قلعه وكسوه إلي باب الجلال إليه أما علم بكسوه إلي أما مال بكسوه إلي أما أخلاق بكسوه إلي أبا إليه ويخرجون ويكسوا بحيانا أدلة يغو تطق وحد الصينية وأدلة وتطق وحد الصينية أدلة قوات الصينية يعني على الخير تطق الصينية ninki nabiga ka soo baxaba nin daacin weyn ah oo marka dadka diinta u baraya oo dadka khayrka u sheegaya si diinta iyo dunyada ay ka soo baxaya galay halkay ka soo baxaan qaalay wuxuu la saaltu hadana taatuban sunnada ku gudbi ku jiray alayhi salaatu wasalaam hadiskan si fi amru ku dhigaya qaalay wuxuu faqultu hadana wuxuu saaltu waan weydiiyay waxa oranaya cali qaalay sayyid cali wuxuu la saaltu an maqrajiha tan qofna mu kulay ka soo baxo kayfa kana yasnahu fihi qaalay wuxuu yidhi سيد علي بن مكة اللي ويدين هي قال ذا وتقهر قال ذا هرة حسن بن ويدين حسين ويدين قال حسين بن ويدين فسألت عن مخرجه سيد علي وحن ويدين نبي عمر كبر لك الصباح قال وحول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه انت الصوفة فوق الصباح اما مساجد عرب كيس النبي وخزنت بكليجر وقرب كيس الى شنجر وفل بكل فجر ما هذا البطن النبي الا فيما يعنيه وحن فعيل الا فيما امور كلها لا ايمان جري يعني اي يعني يقص يعني لم حال وجد له بمعنى يهمه وحنبغى يعني همي له وكك دين ودنيا محفعيا بويه وحا كرون عرفت توكيد اشير النبي عليه الصلاه والسلام وكيد اشير يعني هو يهمه اما يقصده وحلو قصد بويه يعني هو قصيه ومما يقصده الانسان ضدك يقصيا ويؤلفه النبي عليه الصلاه والسلام وشكر لجري حتى هذا قال لي سو دوي جيري ولا يفر ولا ينفر دك ما كل اريد دك سو ودا دوي دك دنت دري وا لا يابا اني بري كن بناط دك لا سو دوي ليس لكن انا بس انا ما هي روح روح بلا سو دوي روح نفس غلانه وحا لا يابا اني تبي تكعيس ويكرم كريم كل قوم من مول بنك قوم ولبا نك اوداي غودا اما عالم كودا اما عاقل كودا كرامين جيري الا هذا نك ريرك اوداي غا قاريسو أما كرامي سفير كنا بطاقة ليسي يقول ويولي هو يريد السجر مدح كمير دين إنه نجد ديسة عليه المدح بوقت ليسي كل كورا نقع طول مدحها وصوع إسلامه خير تكيم هو النبي ومدح بوقت ليسي عليه السلام مع الجيل الجيل إلا عربة بلعبنا سنوه تسكى هذا العزيز شدد كل كورا دك وانت ليسي لكل كورا إلا نمكن ننكم هيتا وحوء إمان إياه خير كان وصوها نونية سنوه لكتو كاهر إمان إياه فكوالا سوي سيدي سوي سوى إلى سوده ويسوي ويولي عليه ملح وقد جرى ويحذر الناس تطق ود جرى ويحل وقد جرى ويحترس منهم هو مسك إلى لجرى وتطق تطق من والبا إلى عدو بدن دون البلي شرق هذا إسك إلى علي إيجانا إلى علي ونسك ويحذر الناس من سبب ود جرى ويحترس منهم هو مسك إلى لجرى من غير أودك برك شرق بدن إسك إلى لجرى من غير أن يطوي سوى قلب عقوق بنين أن قلب الأقود دوبيني عن أحد أحدنا منهم يسمرا بشرو جد كيسة بشر كيسة روحنا مونا أولا بلاب إن الأمونا جدنا جدنا عيبانا النبي مراهين وخلقه بدأ هذه السنة روحنا مونا كي عشان إنيني من كي يعني ولي أمونا إسكي إلى لجري لكن لقمة دريميني جد كيسة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم ما هين إسألوا الروح جد ما عيا ما هين سيدوا ككلا وجعل أمو جد كيسة أمو جد كيسة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ويتفقد أصحابه أصحاب في سنبه بارباري جري وحكو بارباري جري هب الحكاية بوقعي هب العشر كما إيمانهم شقد المانطة ثلاثة أرول كما إيمانهم بل كور ربا ويتفقد أصحابه أصحاب في سنبه بارباري جري ويسألوا الناس ذلك ويدي جري أما في الناس ورمانطة محاسسة كتير وطدكم حيما أنت ليجي وحدتكم هيا من ذلك ويدي جري
ويحسنهم ذكا ويناجل جري وكتر خيب جري الحسن وحي وناسا ويقوي كاس إلا سبيح وجل جري ويقبح ذكا وحي جري وحي جري القبيح وحمي إيرتيسا ويوهيه ونضحي في جري وحي مكتك جري معتدل الأمر نبرك نبقى أمر كيسو معتدل بوها بين التفريد والإفراد غير مختلف أمر كنبه الكلور من جري النبو حلقا يابا هذا الكاب ونسكور مني فعل كاب ونسكور مني نبقى هذا الكيس يفعل كيس معتد البيعاية ويسطر التخاية قولا وفعلا كما هو المنجر عليه الصلاة والسلام لا يغفل النبي عليه الصلاة والسلام لا يغفل ما غفلك مدع الجريد وهلا عن تذكيره تطعنه وحوشه يا نبقى وتعليمه كما تقبل بالجريد مخافة أن يغفلوا يغفلوا إن يو غفل قد عدو كبه خجر يقول كبه هدوها المامو يقولوا ويكاتي ذري أو يميروا أي إيشان وحدوني في هذه الجردتك إنه وعدك أبضيوه هالبانك كإيرانيوه سيأين تسكوا يصلي لهم وإن غفلوا أقول عليها لفطورة مخافة أن يغفلوا لكل حال وعلى وحي نبدا حالكتا يعني اسمد له إبادبا عنده أبتيسة أتهاد وحرد يا صديبا أبتيسة يا الله حالكتا مرضو هدين بسر اللي ويتين جواب دي هو هيسا هدين تقال القاضي عزتي يهود كيسي هو هيسا هدين الروح التغير يعني هدين روح ويتينه وحي كنت وابل هدين وحجر ووصين هدين كلمة هذا الفعام هو هيا حالته البطيار بنبي عليه الصلاة والسلام وحرد يا صديبا عليه الصلاة والسلام لا يقصر النبي كما جاب الجنة عن الحق حق إنه الشيء كما جاب الجنة إيه الكيس إنه هو قرقاره ولا يجاوزه يعني من تلاب الجنة قدر كمرك حقا مصيب من الجنة إنسا أقل بدون يومك جاب الجنة نبي عليه الصلاة والسلام الذين كوا يلونهم نبي كل حق صلاة إيه حق الله ثلاثة كل دوي من الناس تطي خيار وكل بنت وناسبة نبي قال لفر الجنة ومجلس كيسها أفضلهم تطي أكوفة بضان عنده أكثيسة أعمل نصيحة بطيك أو نصيحة بضل أولا فلن بضلت معفض بضلها هذا الباء وين يهيب الباء حوض بضل يهيب الباء مال بضل ما هين بطيك أو نصيحة بضل بها نبقى أكثيسة أفضل بضلنا عليه الصلاة والسلام اللي ديتوا النصيحة وأعظمهم عنده أكثيسة نبقى وحقوه منزلة حاجة رجدة أحسنهم منك أبوه لأكسا مواساة حاجة وضحنك إيه ومؤازلة حاجة كارمين تدكوا الحجين إيه أنا ما الله نذكر حسين يا من العلم نذكر شيء نذكر حماه يا حماه وصاد حليه وذكر ورحون كلي إيه وحسين بذكر يعني وحي سلاح منا أنا مرتض والله قطه إيه مسكين كوحسين إيه وحي سلاح منا يوم يا مواصل لله كاس يعني نبي عليه الصلاة والسلام عند ورث كيسة مواصلة تسالس لوجه جلوي وإيه كيسة لله كيسة إلهم وإلهم وحي فهذا ورحون كلي يعني كده ذلية ومؤازرة oo ka hadda xujinta iyo ama nabiga xujinaya ama dadka xujinaya oo khayr ka dadka ku gargaaray qaalay wuxuu hadalay cayni fasaltu adraa si qaalay wuxuu xasan fasaltu an majlisi qorku nabigu fadhiyay hadana weydiiyay qaalay wuxuu kaan rasuul wuxuu la yaqumu ki an istaagay wala yajlisu mana fariisan jiri illa ala dhikr isagoo dhikr ku jira booye hadu taagay wadaakir buu hadu fadhiyay wadaakir buu وإذا انتهى كركو إلى قوم من قرى كركو إيبا تبال فردا جلس حيث ينتهي به المجلس حلقه صفك جوجوب نبو مستفر يسجل عليه الصلاة والسلام ورني مكاتوب إنه صوته هل قائم مكتتك فتيان ليجي وحي توب فريسجل سومج الجوري جل نبو عليه الصلاة والسلام وعكد أنت حيث ينتهي المجلس ويأمن بذلك تتكساس الأكل جل يعطيه وسيجي كل الجلساء تتكلا فرديا بالنسير إنه البائنت ماجع وصوفر يسجل تنتبه صوفر يسجل عليه الصلاة والسلام هدو مال دوني يا مالك هدو علم دوني هدو دعاء دوني لا يحسب النبي عليه الصلاة والسلام لا يحسب من ملايين من يريس منك النبي الله فضيعي أن أحد الأحد أكرم إنه كذوناك بضيعي عليه السلام منه من النبي عليه على النبي إنه كذوناك بضيعي منه أستغى راح الله فضيعي فريسي منه أستغى منك ولما محيص لها نبي أكتس الملاه روح هو ناك سباطها تدو قوسه دوينه عليه الصلاة والسلام وعليه ضمير كذا النبي هو العلي من عندنا وحده علسان أحد نبي الله صلى الله عليه الصلاة والسلام روح ولم حسرة أظنه نبي وقدر لي يسوع قدر لي عزرا نول بمراه الله صلى الله عليه وسلم نول بعض أوفض من نفهم بكلك يعني كلك حقا كتاسوك العدين جل من جالسه ونك لك الله بها ديسا أوفى وده الله شيء خيسا في حاجة سابره نبي كبد الجري شيء كذا إيا فتحك سلا كغتر ربنا حتى يكون إلى أمه هو نجا كله المصرف عن نجا كي كنغلا
هدود الله شيكيسنا يو إلى أن كاسي سو شيكذا كدال النبي ولا ودي جلو هدود لك هذا يهنا إلى أو كاسي دالو النبي ولا تغنى جل عليه السلام وبرسال كان يعني من جالس ومن كلا فريستا أو فاوضه في حاجة أما كلا شيكيسا صابره النبي كبر جل صبر كصابره هي غلبه على الصبر صبرك كلا غالب نقولي حتى يكون هو أي أحد آخر المنصرف عنه عن النبي ومن سأله حاجة حاجتني النبي دويتيسا لن يرده من دفاع جرون معي رجرين إلا بها حاجة أمسين جري أو أمس بميسورة وحتى لبه شيء جري أو من القول هذا الله هذا في عمه نبي رجري آي رني أو وعادوا إليه وإحنا سور بريو كاما هكرنا إنا يتنقو قد وسع الناسا تدك نبي واسع بوها وحبا يعني ولا جاري من مغلي بس به ما واسع بوها فالله ركيسا وحسين تيسا وخلقه ببيع ليسا فصار نبي نغضي اللهم تدك أبا عابه نغضي وصاروا يجون عند نفسه في الحق سواء مستوى بقاه نبي أكسس نوي بالنبي أكسس سوي بقاه النجع مجلسه مجلس علم بقاه وحلم طلقاء وحياء وأمانة وصبر أنت هذا النبي مجلس كيس اللي جموا عليه عقوب القرب عن ناسا تذكر النبي عليه الصلاه والسلام وصحبه النبي عن ناسا كلهم حتى المنافقين حتى المنافقين تدل وصوله وجه أبو كيد عبد الله بن أبي ومناط وصلالة رأس المنافقين في كسبيه وقيت كفنك قميص سبوك قلت طي قبر قالك إذا نقول جدوي رأس النبي عليه الصلاة والسلام بسه بشره هي وطلاقة وجهه وبسه لوجهه وجهه وفور جلد وخلقه هي طبيعته السلام فصار الله ما بنى له آبه أمواه حتى دينته آبه كلها هي أرواح وآبه وياه أذن آبها تشتك الكلام وآبه كلها أبو الروح النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا عنده في الحق سواء مجلس ومجلس علم وحلم طلقات هي وحياة هذا يجري مجالس أطريسة علم أتكفى إذا سنة نغضب حلم هي طلقات أكبر نيسو حقيقة هي حشور أكبر نيسو أمانة هي أكبر نيسو اللي المجلس كان أطريسة نيسو حتى أضغو من عمق وبساس من آتاي وحي قد عوضاً بطس وغشي كيليسا لكن من وناس من آتاي مجلس كلمك آن فدره أطوه قلت كدعه قلت كسوفه بحلمي مجلس هو أنه مجلسة تنغضر طبع الله فريق سنيسا طبع قلت مكدعي أمانة تتك إطلاف بيهتين أمانة كنت أقمين وصوق أين كائل على الشيكات بيجا وحكا عنده إيه فاسي أمانة سنوات أوحب بالوجب لليه مجلس كعب فريق سنيسا وفرصه أمانة وين أقول أقول المجالس بالأمانة مجالس أمانة هو بأي نظر محان مقبع هنو قربوا خلصة فريسة فلقا صدوم ولبا هذي وحي رباية كتعه او عمرو في لاجع قدوشة كاقات العضو هو البمان تعبير قدوشة كنت في بصوخ قريلي هذا هو حقوه هو آذار سيبا الميشة كما كان انك قولي وحبان تقوي حقا سوخ لقريلي محان هو انه واحد اكتن نغضوه لا ترفع هو صبره لا ترفع ولا بمك او الا بكر يالي يسيه فيه بجلسي الله صواتك الى ما فضنا مجلس كنر بمك الى فضنا ولا تنبنوا لغمان حقر ايوه والله ما عايز فيه فيه جيس اللي هو يقدر يقول له الحروب وحي محترمة وحي محترمة وطن تكون السنية تك قرابة من المجلس النبي اللي هو محي بين شيء روح نبع روح مدحة يروح كتب المجلس هذا يعني لغصة هذا القاضي نور سخيل عالي هيرجع عن عين بضان يعني هذا الكنفرها بضان يبون فين تنفرها بضان نبي المجلس في سمالة هاي ويبضان تأينك ويبضان بضان بضان من بلبا إمك وحبا من قال بسوطة مو معطوا واضية ما هي نرغة بسيطة صامعي لكن كي نرغة بيال بي مكتوبنا مسلماني وانا شاقنا وان وحينما اخسيرة نرغة بحينما اخسنا هنا يدقن كنرغة إلا دي بسوطة مقطة ووحي كاق الله دي بسوطة مقطة حالك يعني إنا أصدقن كي نرغة بسوطة مقطة اللي دور يسوه مدهو لنا ما لا بدل دي نرغة أكسيت بوحبا يسيدي جري هكا يعني سبب الدين دي معي نرغة سكندر ويددي بالي شيسين لا يأي